ايه محمد حسين وحياد نسام وداود وما قاعدين هنا نلعب من ايالكم بنات وخلطين بعدين ما بس وسعروا لنا عم نزع ايال الكيزان انا هده هرين الكيزان زادة ما زادة القرار الفوجي والحياة دي تو انت بران مين عدون لك انت وانت تعيد ان عندك عدا لكن ايال ابو سرتك ما انا ما عم يحضر كان جين اليوم بالخرطوم في الرنطة لغير همشي كردوان همشي دارغور ما انا ما عم حاج بزول يعرف عدو مين موضوع ما ابو تاب كيزان ما اكبر انا كنت احدد في عنا بالجنايب والدول الثانية تحت الغرين السودان ده واحد سلطة أنا بقطع زي ده قاعد يدرك الوحيد ده ما في كلام السودان واحد السودان زي ما هو الجنوبيين قاعدين الجنوبيين ما جاني ما السودانيين الجنوبيين القاعدين أنا ده واحد حكي لي في ناس من جنوب السودان وناس من أفريقيا الوسطى وناس من تشاد ومن النيجر ومن أي حاجة ومن ليبيا ما رأيكم جد والتعيين لليبيا للوا حسن الزابنا حلوا حسن معتوب الزابنا الله أكبر الله أكبر جنب الدول الكبار لكن الحرب لو تقطع وزارة بريد لك مليون لين جاي كنا بقصد الله أكبر الله أكبر الله أكبر والتعيين على السودان عامة مدون فرض الجماعة ونحن في الميدان